السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن تقرير كده بيقول ان في تيست سكريننج اتعمل لفيلم اكوامان، والفانز خرجوا من التيست سكريننج ده متضايقين جدا، وفي ناس ما كملتش الفيلم بسبب مشهد معين داخل الفيلم. لكن قبل ما نتكلم عن التقرير ده واقول رايي فيه، يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. خلينا نبدأ كده الأول بالتقرير. التقرير بيتكلم عن إن الناس خرجت من التست سكرينينج متضايقة قوي من الفيلم بسبب مشهد معين، والمشهد ده عن أكوا بيبي، ولادة ابن أكوامان. طبعا هما ما بيتكلموش عن فكرة وجود الشخصية دي نفسها داخل الفيلم، ولكن في تكهنات أو تخمينات كده طلعت عن الفيلم في إن الطفل ده هيموت، وده يمكن كان السبب الرئيسي اللي خلت الناس تبقى متضايقة من الفيلم وما تكملوش. ده شيء ممكن يكون منطقي بالنسبة لناس كتير، ده لانه حاجة موجودة اصلا في الكوميكس. يعني اكوا بيبي ده موجود في الكوميكس، ان هو اصلا مات في الكوميكس عن طريق بلاك مانتا اللي هو اساسا الفيلن الرئيسي بتاع الفيلم، واحنا شايفين اصلا طول التريلر وهو بيتوعد بقتل اكوامان وعيلته وحرق المملكة بتاعته. بنشوف اورن بعد كده بيتكلم على ان عايز يقطع او ينهي النسل بتاع الاطلنطينيين اصلا كلهم، فده شيء منطقي. بس خليني اقولك ان في حالة الكلام ده لو حقيقي، فانا شايف ان الفانز بصراحة بتتلكك للفيلم ده. يعني انت لا انت عاجبك الفيلم يكون كوميدي ولايت وخفيف، وعمال تقول عليه ان هو شبه الام سي يو او فيلم من افلام مارفل ومش شبه افلام دي سي خالص، ولا عاجبك ان هو يكون فيه جرأة وظلامية جديدة. يعني تخيل لو في حاجة زي دي موجودة، فالفيلم هيبقى فيه جرأة غير طبيعية ما تقدمتش في اي فيلم قبل كده من افلام الابطال الخارقين، وهيدي دافع ضخم لأكوامان في الانتقام من الشرير الرئيسي اللي هو بلاك مانتا. بس انا بالنسبة لي شايف ان الكلام ده مش حقيقي. الولد الصغير ده عمره ما هيموت لكذا سبب. اول سبب ان الفيلم ده تابع للإدارة القديمة، ولما تيجي تشوف كده الافلام اللي عملتها الإدارة القديمة من اول فيلم اكوامان لحد فيلم فلاش او لحد فيلم بلو بيتل بقى، هتلاقي انها كلها افلام خفيفة، افلام بتبقى فيها حتة الكوميديا، ما هي الظلامية زي الفترة اللي قبل فيلم اكوامان مبقاش فيها ظلامية خالص اصلا. كذلك هتقولي مثلا ان في ريشوتس حصلت في الفيلم، هقولك الريشوتس ديت مش هتأثر على الفيلم في اي حاجة، وجيمس وان بنفسه هو اللي قال كده، قال ان الريشوتس اصلا هي هدفها تحسين شكل الفيلم. في مشاهد هو بيبقى رسمها او متخيلها بشكل معين، ولكن بعد ما بيصورها وبيخلصها بيلاقي ان جات له فكرة افضل، فبالتالي بيروح مغير المشهد ده او بيعيد تصويره. فهي ريشوتس لتحسين شكل الفيلم مش لتغيير القصة بالكامل، زي ما حصل مع فيلم فلاش النهاية اتغيرت، وده لان فيلم فلاش كان مربوط بالعالم السينمائي بشكل كبير، كان مربوط بالعالم القديم وكان بيعد لبناء العالم الجديد، فهم حذفوا كل الحاجات وغيروا في بعض الاشياء علشان ما يعودوش بحاجة مش هتحصل في المستقبل. لكن فيلم اكوامان اللي احنا عرفناه ان هو فيلم مستقل تماما، ملوش اي علاقة باي حاجة اتعملت قبل كده، هو يدوبك مربوط بالجزء الاول وخلاص. تالت حاجة وهي شكل اكوامان داخل التريلر، انت بتشوف مثلا اكوامان مع اخوه اورم وهو عمال يضحك ويهزر، ومن الواضح ان ده في نص الفيلم، وفكرة ان اكوا بيبي ده يموت فدي هتبقى في بداية الفيلم، يعني في الفصل الاول. هل ده منظر واحد ابنه ميت؟ يعني اللي احنا شفناه في الفيلم حتى في اللقطات اللي هي تقريبا هتبقى من المعركة النهائية، هل ده منظر واحد ابنه مات، ابنه اللي هو الرضيع؟ فشيء مش منطقي خالص يعني، ومش مناسب لتون الفيلم خالص اللي هو هيبقى نفس التون بتاع الجزء الاولاني. توقعاتي انا ان في حد هيموت فعلا، ولكن مش هيبقى الطفل الصغير، اعتقد ان هو هيبقى ابو اكوامان، وده لاني متوقع ان هما هيحكسوا تقريبا كل حاجة حصلت في الجزء الاولاني عن الجزء التاني. يعني في الجزء الاولاني احنا شفنا ام اكوامان هي اللي كانت تقريبا مش موجودة طول الفيلم، والمفروض ان هي كانت ميتة وظهرت في النهاية، وابوه هو اللي كان مكمل معانا الفيلم من بدايته لنهايته. اعتقد ان في الجزء التاني ابوه هو اللي هيموت في الفصل الاول، وده يبقى الدافع بتاعه للانتقام، وامه هي اللي هتكمل معانا طول الفيلم لانها هتبقى البطولة النسائية. طبعا مراته اعتقد ان هي هتتصاب ولا حاجة في بداية الفيلم، وهتفضل في المستشفى على مدار الفيلم كله، مش هتظهر غير في النهاية. اورم
بالنسبة لي برضو شايف ان هو المفروض يموت في نهاية الفيلم، لان دي النهاية المنطقية ليه، ما ينفعش ان هو يعيش. هو عامل زي لوكي كده بالنسبة لعالم مارفل، وجوده لازم هيبقى فيه صراع دائم ما بينه وما بين اكوامان على العرش، فما ينفعش ان هو يعيش. اعتقد ان بلاك مانتا هيموته برضو في النهاية هو كمان. فانا بالنسبة لي ما اعتقدش ان هم هيموتوا طفل صغير في الفيلم نهائيا، ولو ده حصل هتبقى بالنسبة لي مفاجأة كبيرة وهتخلي الفيلم فيه عمق كبير جدا، عكس ما احنا شايفينه كده. حتى الجزء الاولاني ممكن الناس تبقى شايفه ان هو كان فيلم سطحي شويه، الفيلم ده يبقى فيه عمق كبير جدا لو حاجه زي دي حصلت، او حتى لو ابوه او اخوه ماتوا برضه هيدي عمق كبير جدا اكتر من الجزء الاول. وانا من وجهه نظري بشوف ان الجزء ده هيبقى ناجح او افضل من الجزء الاول بكتير، وشايف برضو ان الجزء الثاني عمل حاجه فشلت فيها السلاسل الاخرى داخل الدي سي ايو. يعني مثلا لو اتكلمنا عن فيلم باتمان في سوبرمان، ده كان جزء تاني لفيلم مان اوف ستيل. الفيلم ده فشل في ان هو ما عالجش اي سلبيه كانت موجوده في مان اوف ستيل، بل زود منها، وفي نفس الوقت ملى الحبكه بخطوط دراميه كتيره جدا وشخصيات كتيره قوي. كان عايز يعمل 100,000 حاجة مع بعض، وكان في استعجال شديد جدا داخل الفيلم، فبالتالي خلى الناس مشتتة ومش فاهمة حاجات كتير، وعمل ثغرات كتير قوي في الحبكة. لما نيجي نتكلم مثلا عن سلسلة سويسايد سكواد، الجزء التاني منها اللي هو فيلم ذا سويسايد سكواد بتاع جيمس جان، عالج السلبيات بتاعة الجزء الاول، لكن في نفس الوقت فصل الفيلم ده عن الجزء الاولاني وفصله عن العالم تماما، فهو كان عبارة عن ريبوت تقريبا شخصيات سوسايد سكواد، فبالتالي ده خلى الفيلم يفشل على مستوى البوكس اوفيس. حتى السبين اوف اللي انت عملته اللي هو بتاع بيرز اوف براي برضو كان نفس الحكايه، ما كانش فيه ربط ما بينه وما بين الجزء الاول، وغير كده كمان ما كانش فيه حد مهتم اصلا ان هو يتفرج على فيلم عن فريق بيردز اوف براي او عن هارلي كوين اصلا. لما نيجي نتكلم عن سلسله وندر وومن، هتلاقي برضو ان الجزء الثاني الاستوديو ادى الحريه الكامله لباتي جينكس ان هي تعمل اللي هي عايزاه بعد نجاح الجزء الاول، فعملت طبعا جزء ثاني ملوش علاقه بالجزء الاول باي شكل من الاشكال، حتى التون بتاعه ما اتغير تماما، ملوش علاقه اصلا بالعالم السينمائي ككل، فبرضو ده كان سبب رئيسي من اسباب فشل الفيلم على المستوى النقدي والمستوى الجماهيري، وبالتالي على المستوى التجاري. فيلم شازام الجزء الاولاني نجح على المستوى النقدي والجماهيري ونوعا ما على المستوى التجاري، لكن راحوا عملوا سبين اوف منه عن شخصية بلاك ادم اللي هي المفروض كانت تبقى في الجزء الثاني من شازام ده لو كانوا عايزين ينجحوا الجزء الثاني، لكن طبعا راحوا عملوا سبين اوف خاص ببلاك ادم، وطبعا ما كانش حد مهتم خالص ان هو يشوف حاجة زي دي، ان هو يشوف فيلم عن بلاك ادم تحديدا، فالفيلم فشل. وغير كده كمان الجزء الثاني بدل ما تبني على اللي انت نهيته في الجزء الاول، وهو وجود مستر مايند كشرير مع دكتور سيفانا وعودته مرة تانية في الجزء الثاني، رحت جايب لي بنات اطلس دول اللي هم ما لهمش اصلا اي لازمة ومكتوبين بطريقة سيئة ومش موجودين في الكوميكس، وعملت عنهم الفيلم. فطبعا ده برضو خلى الفيلم يفشل فشل ذريع على المستوى النقدي وحتى على المستوى التجاري. فالفيلم ده الوحيد هو الناجح في كل الحاجات دي، فيلم اكوامان الجزء الثاني متخطط له كويس، ودي حاجة يعني انا احترمتها في جيمس وان، ان هو لما بدأ الجزء الاول فهو كان محدد الجزء الثاني هيبقى عامل ازاي، القصة هتبتدي فين وهتنتهي فين، فاللي نهى بالجزء الاول هيبدأ بيه الجزء الثاني، مطلع بلاك مانتا هو الشرير الرئيسي، اورم مساعد لاكوامان، ومكمل لاحداث الجزء الاول. ده اللي احنا كنا عايزينه في فيلم زي شازام مثلا، وللاسف ما حصلش. ده اللي كنا عايزينه في فيلم زي وندر وومن، ما حصلش برضه. فلذلك اعتقد ان الفيلم ده هيبقى ناجح وهيبقى افضل من الجزء الاول، بس على مستوى الايرادات ما اعرفش. يعني هل هيبقى ناجح على مستوى الايرادات؟ دي حاجه هنعرفها يمكن قبل الفيلم مثلا بشهر ولا حاجه، لكن في الوقت الحالي ما نقدرش نحدد، خصوصا ردود الفعل على التريلر ما هياش قويه، ما هياش وحشه ولكن ما هياش قويه برضه. يعني حتى مشاهدات التريلر ما هياش عاليه، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا كنت متخيل ان هو هيجيب مشاهدات اعلى من كده، التريلر مش جايب مشاهدات عاليه خالص حتى الان 13 مليون. يعني اخر 3 افلام لدي سي في الوقت ده
كانت جايبه مشاهدات اعلى منه. فلاش على ما اعتقد في الوقت ده كان جاب 15 مليون اللي هو اول تريلر ليه، وبلو بيتل كان معدي تقريبا ال 18 مليون في الوقت الحالي، وشازام برضو الاولاني كان جايب مشاهدات اعلى. فدي مشكله نوعا ما بالنسبه لفيلم اكوامان، مبينه ان الناس مش مهتمه قوي بالفيلم ده، والتريلر ما حمسش الناس قوي. اتمنى ان التريلر الثاني يكون اقوى نوعا ما، ويكون الاضراب كمان بتاع الممثلين انتهى، علشان الممثلين يقدروا يعملوا ترويج للفيلم ده بشكل اقوى. بس بصراحة ما عنديش اي امل في ان الفيلم ده يجيب ايرادات، يعني زي ما قلت قبل كده لو الفيلم ده عدى 400 مليون فده هيبقى نجاح لدي سي مش لاكوامان، هيبقى نجاح لافلام الدي سي اي وتحديدا، لان زي ما احنا عارفين ان من ساعة فيلم اكوامان الاولاني مفيش فيلم داخل الدي سي اي عدى 400 مليون او حتى جاب 400 مليون. اعلى فيلم كان فيلم بلاك ادم وجاب 393 مليون. طبعا في الفترة الجاية ان شاء الله هنعمل تلخيص للجزء الاول من فيلم اكوامان، وفي نفس الوقت برضو هنعمل ملخص للكوميكس البريكول لاحداث الجزء الثاني. بس كده، دي كانت كل حاجة في حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. سلام.